دلوقتي الكورونري فلو لازم تحدد امتى الرايت كورونري فلو يزيد وامتى الليفت كورونري فلو يزيد. طبعا بالعقل رايت كورونري فلو ما بين مين ومين انا موضحها لكم في الرسمه الورق اللي انتوا طبعا هتصوروه ما بين الاورطة والرايت فنتريك. لو تخيلنا ضغط الاورطة بيوصل ل 120 مليمتر مركري في الماكسيمم ايجكشن فيز، في الوقت ده بيبقى البريشر في الرايت فنتريكل بيكون اقل ما يمكن، بيبقى قليل جدا. الدلتا بي معناه البريشر جريديانت ما بين الاورطه وبين الرايت فنتريكل بيبقى اعلى من البريشر جريديانت ما بين الاورطه واللفت فنتريكل، لان على الناحيه الشمال في لفت كروناري ارتري. اللفت كروناري ده بيعتمد على الفلو ما بين الاورطه وما بين اللفت فنتريكل، فلازم تقول له في ريليشن تو كاردياك سايكل ذا رايت كروناري فلو ريتش اتس ماكسيمال فلو في الماكسيمم ايجكشن فيز، والليفت كروناري فلو بيصل الى اعلى مرحله ليه في الايزوفوليومتريك ريلاكسيشن فيز. ليه؟ في الايزوفوليومتريك ريلاكسيشن ايه اللي بيحصل؟ بريشر اوف ذا فنتريكل بيوصل لزيرو، واي حاجه ماينس زيرو تبقى عاليه، يعني البريشر اوف ذا اورطه في بدايه الايزوفوليومتريك بتعلى بالالاستيك ريكويل ونازل منها ليفت كوروناري ارتري رايح للوول اوف ذا ليفت فنتريكل، شيء طبيعي هيبقى الفلو هنا اعلى ما يكون. في طلبه ممكن تمسك فيز فيز، انا مش محتاج اعمل كده عشان سرعه الاجابه، انا هقول ان جنرال او ان اول فيز ذا اورتيك بريشر از ديكريز so the right and the left coronary flow is decreased ما عدا في الماكسيمم ايجكشن فيز وبدايه الايزوفوليومتريك ريلاكسيشن فيز ونهايه البروتو بايستوليك. لازم كلامك يبقى جنرال، ما امسكش فيز فيز واشرحها بالتفاصيل، بيضيع لكم وقت طويل في الاجابه. يبقى رقم اتنين ميكانيكال، قلت هارت ريت دي الجزئيه الاولى، قلت كاردياك سايكل. رقم ثلاثه نيرفس فاكتور، تاثير السمباثاتيك على الكروناري وتاثير الباراسمباثاتيك. السمباثاتيك بيعمل كروناري فازو دايلاتيشن، تشرح لي الميكانيزم لو ما قلتهوش تنقص. في الفسيولوجي عندنا البدايه في اي حاجه اكشن، الحاجه دي عملت ايه ثم ميكانيزم اوف اكشن، انا كاتب لكم ازاي فازو دايلاتيشن والعكس بارا سمباثاتيك. في السؤال الاخير في السيركيوليشن كان الاديما او ازاي التيشو فلويد بيتكون. السؤال بتاع التيشو فلويد يجي بكذا صيغه، مره يقول لك ديسكاس فاكتورز او فورسز افكتنج ذا تيشو فلويد فورميشن، ومره يقول لك ستارلينج فورسز على اسم الراجل الالماني اللي اكتشفها. عشان تجاوب السؤال ده حلو لازم تقول at the arterial end of the capillaries انا عندي تو فورسز فلتريشن فورسز، تقول لي اساميهم وقيمهم. يعني هتقول لي كابيلاري هايدروستاتيك بريشر يخرج البلازما من الكابيلاري للتيشو بفورس قد ايه؟ 30 مليمتر مركري. هتقول لي في نيجاتيف انترستيشيال فلويد بريشر بقوه قد ايه؟ تقول لي ماينس 8. هتقول لي في اوزموتيك بريشر للبلازما بروتينز اللي في الانترستيشيال فلويد بقوه قد ايه؟ ونجمع الفلتريشن فورسز كلها 30 و3 و8. سؤال سالته كتير زمان، دكتور دي 3 دي بالماينس و8 بالماينس، انا بحسب القيم المجرده بتاعتها 30 و3 و8 41 ملم مركري ات ذا ارتيريال اند كوزس فلتريشن. اللي بيعمل ري ابزوربشن في الارتيريال اند قوه واحده اوزموتيك بريشر اوف بلازما بروتينز الفورس 28 ملم مركري. بعد ما قلت فلتريشن فورس ريابزوربشن فورس، السطر اللي وراه لازم تقول لي النت افكت المحصله النهائيه
فلتريشن اكتر من الري ابزوربشن بكام؟ 41 فلتريشن ماينس 28 ري ابزوربشن يساوي 13 مليمتر مركوري. At the venous end هتقول الفلتريشن فورس الثلاثه هما والاختلاف الوحيد كابيلاري هيدروستاتيك بريشر قلت من 30 الى 10. اجمع الفلتريشن فورسز هنا 10 اتغيرت 30 بقت 10 الثلاثه ثابته والثمانيه ثابته يبقى المجموع 21 ملم مركري. الري ابزوربشن ثابته 28 يبقى النت افكت ري ابزوربشن اكتر من الفلتريشن 28 ناقص 21 يساوي 7 ملم مركري. كده انت قلت الاجابه ازاي التيشو فلويد يتكون. لو هو عايز سبب الإديمة لازم تقول نقطة مهمة، تقول إن زير إز لينفاتيك كابيلاريز، التيشوز جواها كابيلاريز كبيرة زي إيديا كده، الكابيلاريز دي هايلي بيرميبل تو بلازما بروتينز. لو فرضنا إن في بروتينز عدت من البورز الضيقة بكميات كبيرة عرفت تعدي، هتسحب وراها ووتر كتير، بلازما كتير من الكابيلاريز. هتكبر الانترستيشيال فلويد بريشر. طب ربنا ليه يخلي الإديمة ما تبانش؟ لان الكابيلرز تعمل ايه؟ ووش اوت البروتينز، تاخد البروتينز من الانترستيشيال فلويد تمشيها من الكابيلرز الى الليمف فاسلز والليمف نودز وترجعها بالثراسك ضغط الى السيستميك سيركيوليشن عشان ترجعها مره تانيه كجارد او كحارس على البورز اوف سيستميك كابيلاريز. تقول لها انت ليه سبتي مكانك؟ ارجعي تاني لمكانك. ودي فايده الليمفاتيك. لو انا ما عنديش ليمفاتيك كابيلاريز كدرينج او قوه شفط للكلام ده ممكن يحصل إديمة. لازم الاول تدي مقدمه للاجابه. يبقى الاول انا قلت له arterial end filtration forces 1 2 3 والفالفز reabsorption force كذا والنت افكت كذا. at the venous end filtration forces اسميهم values reabsorption force والنت افكت كذا ونقول دور الليمفاتيك كابيلاريز ايه؟ دي مهمة جدا. ونشرح حاجة اسمها إديمة سيفتي فاكتورز. ايه الحاجات اللي تخلينا ما يظهرش عندنا إديمة؟ هديكم حاجة على سبيل المثال. أنا لسه قايل إن الانترستيشيال فلويد بريشر ماينس 8 أقل من الأتموسفيريك بريشر ب 8. طب هو ممكن يا دكتور يبقى بوزيتيف؟ آه. ممكن يفضل يعلى 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 والإديمة ما ظهرتش. يعني ماينس 8 ماينس 7 ماينس 6 5 4 لغاية بلس 2 ولسه في درينج وبنرجع البلازما الزيادة من الانترستيشيال فلويد إلى السيستميك سيركيوليشن. دي نقطة مهمة اسمها سيفتي فاكتورز. فترة ضمان وحماية من ظهور الإديمة 10 ملم مركري من ماينس 8 لزيرو ومن زيرو لبلس 2 زائد 10 10 ملم مركري. فلازم تشرح الإديمة سيفتي فاكتورز. إيه أسباب الإديمة؟ عشان تقول الإجابة صح فكر فيها بالعقل. إما إن الفلتريشن زاد أو الري أبزوربشن قل أو المشكلة في الليمفاتيك درينج، ليمفاتيك بامب، ليمفاتيك كابيلاريز فيها مشكلة. فنقول أول حاجة زاد الفلتريشن أرتريولر دايلاتيشن والفينوس بريشر عالي. إيه اللي يوسع الأرتريولر؟ ميتابولايتس. إيه اللي يقفل الفين؟ هنقول هارت فيلير أو بريجنانسي. أو إيه اللي يزود الكابيلاري بيرميابيليتي؟ هيستامين في الرجي بيعمل إديمة. أسباب كتير. طيب الري ابزوربشن قل ليه؟ اوزموتيك بريشر اوف بلازما بروتينز قل. طب ليه البلازما بروتينز قل؟ فكر فيها. واحد يا إما البروتين انتيك قليل في الأكل فقوة الاوزموتيك بريشر قلت. هتيجي منين؟ يا إما العيب في الليفر، المصنع ما بيصنعش بلازما بروتينز كفاية. يا إما المشكلة في الاكسكريشن واللص
loss of albumin in the urine, renal disease. السبب الثالث ممكن يبقى العيب في الليمفاتيك بامب، المضخة، مضخة الدرينج اللي تسحب البلازما الزيادة وترجعها للسيستميك سيركيوليشن، فيها مشكلة. obstruction by filaria، جدودة في الأرض، ورم موجودة في الشرقية طبعا بتعمل obstruction للليمفاتيك كابيلاريز اللي في اللور ليمب، تعمل مرض الفيل أو الإليفانتيزيس. دي مهمة جدا. بقية مواضيع السيركيوليشن بأمانة تتقري كويس، هي ما جاتش قبل كده نظري، مش معنى الكلام ده ان هي ما تجيش، بس احنا حاولنا نركز في الفيديو ده على طريقة إجابة أسئلة السيركيوليشن اللي جت في امتحانات سابقة. كل حاجة تتقري للام سي كيو، لانه السنة اللي فاتت او اللي قبلها جابوا جملة ام سي كيو جنرال، جملة عامة على السيركوليشن، ريجاردينج سيركوليشن، سكين سيركوليشن او سكيليتال او كوروناري، وكل جملة منفصلة عن اللي بعدها عشان يشوفك تختار مين الجملة الصح اللي فيهم. فيفضل ما تنساش حاجة. نصيحة اخيرة، لو السؤال في منشن او ليست او انيوميريت، هتذكر فقط ايه هم، اسامي من غير شرح. السؤال بيبقى محطوط بطريقه معينه وليه وقت معين الدكتور حطه عشان كل الطلبه تجاوب كل الاسئله. في طلبه كتيره تخرج من الامتحان، يا دكتور امتحان طويل جدا وانا ما قدرتش احل كل الاسئله بالرغم ان انا عارفها، لانك فهمت صيغه السؤال غلط. صيغه السؤال الصح لازم تكون منشن او ليست اسامي بس. قال لي ديسكاس، بشرح. عايز ميكانيزم حاجه معينه بقولها بس. نفس طريقه الاسئله دي هي اللي جت في امتحان سنه ثانيه السنه دي. ودي نصيحه اخيره، وبالتوفيق للجميع باذن الله.